بالإضافة أيضا في جولتين أغلبهم يعني شارك شيء بسيط، يعني ما حتى ما دخلوا جو المباراة، يعني أخذ لعيبة أغلبهم احتياط كانوا في أنديتهم، ومشاركتهم قليلة في بعضهم، يمكن قليلة جدا، مما أدى إنه ما عنده رتم المباريات أو رتم المباريات الكاملة. فهذه يعني كلها عوامل مركبة. أنا من حسن حظنا إنه في هذه التصفيات لعبنا جولة واحدة، كنا جولة باي يعني فراغ فيها ومباراة واحدة، وعندنا شهر الآن المفروض نعيد المدرب حسب، لازم يعيد أوراقه، لازم يعيد إعداده، ولازم يكتشف اللعيبة أكثر، ويكون في كمان 3-4 جولات قبل المباراة اللي في 10 أكتوبر نخش أكثر في جو المباريات، واللعيبة يبدأوا يحسوا بالأهمية المباراة القادمة. المباراة القادمة أنت لو فزت على الأول الآن، هو لاعب مباراتين وأنت لاعب مباراة، لو فزت على سنغافورة هنصير ناخذ 4 نقاط وعندنا فرصة أكثر إن زايدين بمباراة. ولو لا سمح الله خسرنا من سنغافورة أو تعادلنا، هذه حتكون مؤثرة كثير في 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 المسيرة ككل، حتكون مؤثرة كثير. يعني محظ ترى من حسن حظنا إنه المستويات كلها ما هي قوية، بس نحن ما كنا كويسين. الفرق اللي قدامنا ما هي فرق يعني تخوفنا، يعني المفروض هذه نكسب فيها نقاط براحة، لكن نحن أساساً ما احنا كنا كويسين، يعني احنا اللي خسرنا. يعني الناس لما تلعب قدامنا كويس السبب إن احنا مش كويسين، وإذا الناس كانوا مش كويسين معناته إن احنا كنا كويسين. لا أنا ما قلت كده، أنا قلت المجموعة هذه اللي فيها السعودية ما هي قوية. فرق قوية، لا ما هي سنغافورة، لا ما هي قوية، ما هي قوية، ما عاد في فرق صغيرة في آسيا، ما مو صغيرة، ما هي قوية. يعني نحن لو في إمكانياتنا وفي لعيبتنا اللي نعرفهم وإحنا أقوياء، نحن الآن ما أقول لك ما إحنا كويسين، لا ترك إحنا أقوياء. في فرق إن يكون أنت كويس وبكرة تصير كويس، اليوم مش كويس عندنا كويس. مواهب وعندنا لعيبة كويسين لو وظفوا صح،